نحن أبناء المحرق الشماء أم المدن، لا يسعنا إلا نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والثناء على جهودكم لتطوير مملكة البحرين عامة والمحرق خاصة، والتي تكللت جهودكم آخرها وليس أخيرها مشروع سعادة الذي أسعد أهالي المحرق. نقولها يا باني نهضتنا. شكرا خليفة بن سلمان، شكرا خليفة بن سلمان، شكرا خليفة بن سلمان. يا النهضة الحديثة يلي يعني